إذن للحديث أكثر ينضم معنا عبر خدمة سكايب من القدس السيد إسماعيل مسلماني، مختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد إسماعيل. إذ ما أردنا أن نتحدث عن تصريح نتنياهو الأخير، قال لن نخرج من هذه المعركة حتى النصر. ما الرسائل من وراء هكذا تصريحات؟ هل هي رسائل؟ موجود هناك إجماع من قبل الحكومة الإسرائيلية بأن كل ما هم موجودين في قطاع غزة ليسوا أبرياء. تكررت هذه من أكثر من مسؤول، حتى جزء منهم قال حتى اللي عمره 10 سنوات هو يتحمل المسؤولية وليس بريء. واضح جدا أن حالة الانتقام والهستيريا الموجودة، واليوم ارتكبوا المجزرة الثانية في مخيم جباليا ونفس التكرار. خلال 24 ساعة كما ذكرتم تم الإعلان قبل قليل من الجيش الإسرائيلي أن العدد وصل إضافة إلى 9 وصل إلى 13 جندي بتصريح رسمي، هذا ما يصرح به الإعلام العبري. بكل الأحوال المعركة ضارية بشكل كبير جدا، هناك جنون وهستيريا في عملية الضرب لقطاع غزة، بمعنى أنهم يريدون القضاء على حركة حماس وتوجه كل الأهالي المتواجدين الجزء منهم من الشمال وتقريبا الغربي والشرقي والوسط من الشمال، تم إفراغه بالكامل. وضربات وقنابل تجاوزت القنبلة النووية التي ألقيت في هيروشيما أو ناكازاكي، وبالتالي الأهداف الذين يتكلمون عنها بمئات وصلت الأهداف حول منصات للدروع البشرية. وهناك بأربع محاور اشتباكات لغاية هذه اللحظة، لم يدخل الجيش بالدخول كما هو يعتقد، ما زال كلها على المحاور أي على الحدود الموجودة، أو إن دخلوا هم دخلوا في أراضي زراعية. واضح أن الموقف الإسرائيلي يهدف أولا لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني في الضفة والداخل، بالإضافة رسائل إلى لبنان، سوريا، اليمن، العراق، وكل من يحاول أن يرفع رأسه أو يحاول أن يؤذي أو يحاول أن يمس بهيبة إسرائيل سيلاقي مثل ما حصل في قطاع غزة. والذي هو يعتقد، وبالتالي موضوع الجدار الحديدي الآن هو النظرية التي يحاول أن يستعيدها مرة أخرى، أن يزرع في العقل العربي والعقل العالم بأن إسرائيل دولة قوية وأن لا مفر. كلام حضرتك هذا يا سيد إسماعيل قد يندرج في اللحظة الآنية، وهي إسناد واشنطن أو الولايات المتحدة لإسرائيل، ولكن حتى الولايات المتحدة محرجة الآن مما يحصل من استهداف للمدنيين، الأطفال، النساء، المستشفيات وغيره، وهي محرجة أمام المجتمع الدولي أيضا. ماذا إن غيرت الولايات المتحدة موقفها تجاه إسرائيل؟ يعني أولا الولايات المتحدة هي تريد للحفاظ وتخلق حالة من التوازن، طبعا هذا كله يأتي في سياق التضليل والخداع لا أكثر ولا أقل. هم يحاولون الإدارة الأمريكية بعد شن أكثر من 20 هجوم على قواعد الأمريكية سواء في سوريا أم العراق، وبدأت المنطقة مهددة. وبالتالي يعني الجميع الآن ينتظر خطاب يوم الجمعة الساعة الثالثة لسماحة السيد حسن نصر الله، والذي قد تغير المعادلات كثيرة. الإدارة الأمريكية تحاول أن تقول للمنطقة العربية نحن لسنا بصدد، أو وجودنا الأساطيل سواء الأمريكية أو الأوروبية، نحن لسنا بصدد توسيع الدائرة. إسرائيل هي حساباتها مع قطاع غزة، وبالتالي لا أحد يتدخل. هذه هي المعادلة التي تريد إيصالها الإدارة من خلال خلق توازن. عليكم أن تتجنبوا المدنيين، ونحن لا تعيدوا الأخطاء التي أخطأناها في أفغانستان والعراق وإلى آخره. كل هذا يعني يأتي في التضليل. هم يقدمون الأسلحة، هناك شواهد حية وجدت من قوات الأمريكية دخلت الحدود في قطاع غزة، أكثر من 2000 جندي أمريكي هم متواجدون على غلاف، عدا عن الآلات والمعدات والصواريخ التي يتم إطلاقها من قبل الإدارة الأمريكية. هذا يأتي في سياق أنها تريد أن تحفظ ماء وجهها أمام المجتمع الدولي كتبرير للمواقف، لحتى لا أحد يحسب أو يسجل، علما أن إيران والعراق المقاومة، وأقصد بالإضافة إلى اليمن والدول المحور بشكل عام، يعني هي تهدد. طالما أن هناك دعم كامل
لإسرائيل لوجستي عسكري ومادي وبشري. والاتحاد العام للمسلمين اليوم كان موقف مشرف حين أعلن أنه على الجيوش العربية والأنظمة أن تدعم بالمثل ماديا وعسكريا وجيشا وإلى آخره، لأن ما يجري في قطاع غزة يفوق الخط ما فوق البنفسجي الذي نشاهده على الأرض من حالة الدمار الهائلة الموجودة. والمعركة ما زالت في ميدان المقاومة الفلسطينية، نعم، التي لغاية هذه اللحظة ما زالت تدير هذه العملية باحترافية بإطلاق الصواريخ التي نشاهدها أيضا كذلك. طيب. اليمن، نعم نعم سيد إسماعيل، فيما يتعلق بالمساعي الدولية لمحاسبة وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بالمتورطين بقتل المدنيين على غرار التصريح وموقف أردوغان الأخير، ما مدى واقعية ذلك وما مدى إمكانية ذلك أيضا؟ يعني هاي منذ سنوات طويلة، وكان هناك محاكمة جنرالات وكان محاكمة عسكريين وإدارة في المحكمة الجنايات الدولية، إلا أنه يتم سحب الملف لأسباب سياسية غير معروفة وغير لأن هناك هيمنة على المجتمع الدولي. وشاهدنا في المجلس الأمن أكثر من تقريبا 11 دولة من 15 هم مع الحرب واستمرارها. الأمم المتحدة قالت كلمتها أكثر من 120، وبالتالي هنا توجه، هناك العديد من المؤسسات التي تطالب بمعاقبة ومحاسبة نتنياهو، وزيرة الحقوق الاجتماعية في إسبانيا كذلك الأمر التي طالبت بمحاسبة ومساءلة كل المجرمين الذين يقتربون من العسكريين المتواجدين. لا أحد يستطيع أن يحاسب إسرائيل، هذه هي المعادلة، بدليل نحن الآن مررنا بأكثر من 25 يوم لا أحد يستطيع من الدول إدخال أنينة ماء لقطاع غزة عن طريق معبر رفح، هذه هي المعادلة. بينما تشيلي والدول الأخرى الثانية مواقفها متقدمة فيما يخص موضوع طرد السفراء الذين رفضوا، هذا كان موقف مشرفا بعكس القمة العربية التي سوف تعقد بعد 10 أيام. يعني هذه مهزلة في هذا الوقت الذي يجري في قطاع غزة من حالة الغليان وحالة الكارثة على المستوى الوقود، وإسرائيل الآن ترفض إدخال الوقود رفضا قاطعا ونهائيا. حتى المواد المساعدات التي تم إدخالها هي لا تكفي لحارة واحدة، والمستشفيات أعلن المشرف أو المسؤول الإعلامي للحكومة أشرف القدرة قال بشكل واضح أن هناك استنفاد كامل للمستشفيات وحالة انهيار للمنظومة الصحية. إذن نحن أمام معادلة أن قطاع غزة يحارب أكثر من 11 دولة وبتواطؤ عربي واضح جدا في المنطقة، وما يجري أن الميدان يتكلم والمقاومة ما زالت مستمرة تعطي مفاعيلها وإدارتها من خلال البيانات التي تصدرها القادة للمقاومة، بالإضافة إلى استمرار وجودها على الأرض يؤكد بإطلاق الصواريخ. بالأمس كانت الأعنف الموجودة، واليوم الحديث عن 13 جندي إسرائيلي علق يوآف جالانت ونتنياهو وهيليفي قالوا بأنها كانت ضربة مؤلمة وقاسية، وعلينا أن ندفع أثمانا مقابل النصر الذي هذا يعني استمرار الحرب، ولا أحد يتدخل من أي الدول ولا يطلب منه وقوف الحرب، هذه اللغة الآن في الشارع الإسرائيلي. نعم، ولكن إذا كانت المقاطعة الاقتصادية لا تنفع وفتح جبهات عسكرية كالجبهات السورية اللبنانية الحوثية لا ينفع أيضا، الشجب والتدخل الإقليمي والعربي لا ينفع، كيف ستنتهي هذه الحرب برأيك؟ لا، أنا لم أقل بأن المقاطعة الاقتصادية لا تنفع، بل هي أنا أعطيتك مثال. نعم، هي نعم. تشكل تأثير كبير، يعني كل المنتجات الأمريكية أيضا هذا يشكل وله تأثير كبير، وسائل النفط، وقف التطبيع نهائيا، رفع كل ما يتعلق بالتجارة والبحارة، هذا يضع إسرائيل في موقف محرج جدا. إذا تم الضغط من على الأقل من 22 دولة عربية والمنظمات الإسلامية الأخرى من الدول
الإسلامية، هذا يشكل عبئا كبيرا على الإدارة الأمريكية، مما تضطر أن تضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية. لوحده النفط والاقتصاد ممكن أن يشكل عاملا أساسيا في المنطقة، بالرغم أن هناك تأييد شعبي على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي بدأ يرتفع باتجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة بما يجري على الأرض. هذا يشكل، لكن إذا هناك إرادة حقيقية، يعني الشعوب مشرفة أنها خرجت سواء في الدول العربية أم في الدول الأوروبية، لكن الآن قطاع غزة هو بحاجة إلى قرارات صانعة تعطي، لا يوجد إرادة سياسية. هذا اللي اتضح من طوفان الأقصى منذ 7 أكتوبر، أن هذه حقيقة، بالرغم أن الكل يعرف أن الجامعة العربية هي أداة وظيفية لا أكثر ولا أقل. يعني لا يعقل أن تجتمع بعد 10 أيام وحالة قطاع غزة ترتفع الشهداء والمباني كلها مدمرة الآن ولا يوجد مكان آمن، وبالتالي هناك استباحة للمشروع في المنطقة ما عدا اليمن التي تدخلت، وأيضا المقاومة في سوريا ولبنان أيضا كذلك هي في الواجهة، والتوترات ترتفع يوما ويوما على الحدود اللبنانية. بالمقابل هناك إفراغ كامل للمستوطنين، وبالتالي أيضا اليمن والعراق لهم دور كبير، الذين أعلنوا على سبيل المثال الحوثيين في اليمن الذين كان لهم مواقف يعني مشرفة وأطلقوا صواريخ باليستي باتجاه منطقة البحر الأحمر. وضح الأمر. نعم، أود أن أشكرك على انضمامك معنا السيد إسماعيل مسلماني عبر خدمة سكايب من القدس، المختص بالشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لجانبكم الكريم.